قف للفنان موقف التبجيلة، كاد الممثل أن يكون رسولا. في ناس كده لما بتكبر في السن في مجال معين أو في شغلانة معينة مش شرط يكون ناجح أو فيها، بس بتاخدهم الجلالة كده وبيقولوا كلام أقل ما يقال عنه إنه ملوش أي لازمة. معانا النهاردة رد كبير السن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة على الكلام اللي كان قاله وصرح بيه في الفيديو اللي حضرتك شفته. كمان معانا تفاصيل الحكم بالسجن على الفنان فضل شاكر ب22 سنة، فتابع معانا الحلقة، ولو مش هيضايق حضرتك لايك على الفيديو، ولو حضرتك مش منورني باشتراكك في القناة فاشترك وانضم لينا. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، اهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة مع منعم، نبدأ كلامنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبسرعة كده، كان اول امبارح طلع الفنان كبير السن عبد الرحمن ابو زهرة، وكان طلع وقال تصريح غريب جدا في افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية. وعند الكلمة دي حط كذا خط الاول قبل ما نتكلم في الموضوع، ان في وسط الاجراءات اللي بتحصل والاماكن اللي عمالة تقفل وكل الحاجات اللي عمالة تتمنع والتجمعات المرفوضة كلها، بيتقام مهرجانات، يعني يقام مهرجان زي ده وقبليه مهرجان القاهرة وقبليه مهرجان الجونة، وكل اللي في المهرجان رجعوا واتصابوا زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا اكتر مني، لكن مازال المهرجانات بتقام عادي جدا وكأن المرض مش موجود عند الناس دي، او هم مش عرضة ابدا ان هم يزيدوا من انتشار الامراض دي. طيب دي نقطة، نيجي بقى للنقطة التانية. كان الاستاذ عبد الرحمن ابو زهرة كان مخول بان هو يقول كلمة في افتتاح المهرجان، فقال كلمة كده زي ما حضرتك هتشوفها. هو اكره واشرف المهن، قف للفنان موقف التبجيلة، كاد الممثل ان يكون رسولا. طبعا مفيش شك ان الكلمة دي تثير استهجان ناس كتير او تضايق ناس كتير، وخاصة المعلمين اللي انا باشرف بان انا اكون واحد منهم، وتضايق قوي ان انت تقارن او تشيل المعلم وتحط بداله كلمة الممثل ان يكون رسولا او الفنان انه يكون رسول. ازاي حاجة زي دي؟ ازاي وانت طبعا اكيد شايفين ان الفن مهنة سامية، بغض النظر عن ان يعني انا شايف ان هي ولا اي حاجة من الحاجات دي، وان لو اختفى الفن والتمثيل من الوجود العالم مش هيتأثر نهائيا، ودي النقطة اللي بحب اكد عليها دايما، لان الناس دي فعلا فعلا هي بس اللي مديهم الصيت ان هم بيطلعوا والناس بتحبهم وبتتفرج عليهم، بس ما تنسوش ان انتم بتتفرجوا عليهم وقت التسلية بس، لكن وقت الحاجة انت بتحتاج لطبيب، بتحتاج لممرض، وديني بقول اهو الابسط او الاقل يعني من وجهة نظر الناس، بتحتاج للراجل بتاع القمامة، بتحتاج للمعلم، بتحتاج للصيدلي، بتحتاج للعامل البسيط، لكن انت بتحتاجش للفنان في مجريات حياتك العادية، بل بالعكس ده هو وسيلة لإلهاء الناس. يعني الناس دي مش بتقدم رسالة، ولو حتى بيقولوا ان في تقديم رسالة، تعالوا حضراتكم كده نراجع مثلا اخر 20 سنة من الافلام اللي اتعرضت على حضراتكم، هتلاقي ان مفيش ولا فيلم منهم بيقدم رسالة معينة او حاجة معينة، غير ان هو بس قاعد بيسليك لمدة ساعة ونص او ساعتين، او ممكن يكون بيضايقك لمدة ساعة ونص او ساعتين بالحاجات اللي مش مفهومة اللي موجودة فيه، او استخفاف الدم الزايد عن اللازم في الافلام اللي بيقال عليها كوميدية. ولو كان الفن فعلا رسالة، فعايز اقول نقطة تانية مهمة، ان لو هو رسالة كان بعد ما الناس ابتدت تتفرج عن طريق الانترنت وما بقاش فيه سينمات، كانت الافلام تفضل بنفس قوتها وغزارتها اللي كنا بنسمع عنها، والناس بتنزل فيلم واتنين وتلاتة في السنة الواحدة، وطبعا حضراتكم أدرى مني بافلام السبكي، لكن المواضيع دي كلها اتمنعت وتوقفت. وده ليه؟ بسبب ان ما بقاش فيه حد يروح يدفع فلوس في السينمات، فيقول لك خلاص احنا هدفنا كله الفلوس مش اكتر ولا اقل، لكن كلمة رسالة دي كانت بتقال عشان نغطي او ستارة كده نعلق عليها شماعة اللي احنا بنعمله، بدليل ان هو يجي يقول لك ان البوس مثلا رسالة او الاحضان في الفيلم طالما في سياق يبقى رسالة وكل الحاجات دي، وقول اللي انت عايزه طالما هنقدر نحط رسالة معينة.
انا مش هطول في النقطة دي عشان ما بقاش بايخ اكتر من كده، لكن بيمكن الفنان عبد الرحمن ابو زهرة كان مطلوب منه يقول كلمة ففكر كتير قوي، ولما فكر قال انا اطلع ابدع، بس للأسف في ابداع ايجابي وفي ابداع سلبي. الابداع المرة دي كان سلبي بشكل كبير جدا. وكنت سمعت الحلقة بتاعت الاستاذ ناصر حكاية، الاستاذ المحترم جدا، وهو بيتكلم وكان ظنه فيه خير انه اكيد الراجل ده هيطلع يعتذر. النهاردة انا جايب لحضراتكم الرد بتاعه وما طلعش اعتذر ولا حاجة. الراجل طلع وقال كلام غريب جدا، وكان رده ان الناس بتقول ان هو حرف حديث نبوي شريف، ولكن الناس ما قالتش كده، او يمكن بعض الناس قالت حاجة زي دي، لكن هو حرف الشعر والشعر عادي يعني للشاعر احمد شوقي لما قال قف للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم ان يكون رسولا. طيب والكلام ده ما حصلش ان هو ان احنا نقول حديث نبوي او حاجة زي دي، لا هو حرف كلام لشعر. بس برضو اعتراض الناس كلها على ان انتوا كمان تخشوا على حتة ان كاد الفنان، لا يعني انتوا بتلهوا في المكان اللي انتوا عايزينه براحتكم، ما تجيش كمان تخش في حتة ملكوش اي علاقة بيها. المهم ان هو زود في كلامه لما جريدة الوطن سألته وقال ان هو مش شايف اي جريمة ارتكبها، وان هو ما حرفش قرآن ولا حرف حديث نبوي، وان اللي بيهاجموه ناس اميون لا يجيدون الا قراءة العناوين فقط. طيب يعني حضرتك الناس ما قريتش عناوين ولا حاجة، حضرتك الناس شافت فيديو انت اللي عملته، كان الاكرم والافضل لكبر سنك والاحترام بعض الناس ليك انك على الاقل كنت تطلع وتقول لا انا ما اقصدش حاجة زي دي. كلمة ما اقصدش هتغني عن حاجات كتير قوي، لكن مازال ان في ناس او بعض الناس عندها الكبر في حتة زي دي. وفي الاخر اللي عايز اقوله عشان اقفل النقطة دي خالص، ان لو معلم مش مشهور ومحدش يعرفه ابدا ويعلم طالب واحد او عشرة بس حاجة صغيرة قد كده، فهو على الاقل اثر في ترس صغير من التروس اللي موجودة بتحرك مكنة كبيرة اسمها البشرية، على عكس ناس اتجمعت وألفت حاجات كتير قوي وبتاخد ملايين كتيرة عشان تهدم كل اللي ملايين اتعلموه في فيلم مدته ساعة او ساعة ونص، او في مجرد مهرجان مدته كام دقيقة. اما بقى عن الخبر التاني، وبعتذر لو كنت حاد شوية، فالخبر التاني هو الحكم بالسجن على فضل شاكر ب 22 سنة. وتفاصيل الحكم ان اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكمين غيابيين على الفنان فضل شمندر الشهير بفضل شاكر. الحكم الاول بالسجن 15 عام بتهمة التدخل في اعمال ارهابية مع علمه بالامر وتقديم خدمات لهم. طيب الكلام ده طبعا في لبنان. اما الحكم الثاني بالسجن 7 سنوات وغرامة 5 مليون ليرة لتمويل جماعة احمد الاسير المسلحة والانفاق عليها، ليصل مجموع الاحكام عليه 22 سنة. طبعا جدير بالذكر يعني ان فضل شاكر كان جات له فترة كده واعتزل الغناء وابتدى يقدم يعني او ابتدى يعتزل يعني عموما، وخد مسار تاني كده في حياته، وبعدين رجع تاني من فترة قريبة وبينزل اغاني سواء خليجية او مصرية. والحكم ده لسه صادر امبارح في لبنان. وانا هي لحد هنا خلصت الاخبار اللي موجودة معايا، وبعتذر لحضراتكم لو كان في حد بعض الشيء، وكمان يعني لو حضرتك رأيك مخالف للي انا بقوله اتشرف بيه في الكومنتات بكل ادب واحترام، نتناقش مع بعضينا، قول لي رأيك يمكن تقنعني واكون انا على غلط، ما عنديش اي مشكلة. اما لو حضرتك بتتفرج عليا لحد دلوقتي بشكر حضرتك جدا، ولو حضرتك مش مشترك معايا في القناة شرفني بحاجة زي دي. وكان معاكم منعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.